اهلا بيكم في يوم جديد وحلقه جديده مع برنامجكم 50 رحله. احنا موجودين في شرم وزي ما احنا عارفين ان هي شرم طبعا حلاوتها في بحرها، بس النهارده قررنا ان احنا نغير ونشوف بقى جبالها ونشوف رملتها وحركاتها وسفاريها. النهارده بقى يوم ممتع وكله مغامرات، فتعالوا بقى نبدا مع بعض ونشوف الصحراء هتقول ايه النهارده. ولسه في شرم الشيخ ولسه في السفاري، منورنا استاذ حبيب، عامل ايه؟ الحمد لله والله تمام، الله يبارك فيك يا رب. الحمد لله. حضرتك بقى شغال في السفاري والبيتش باجز دي بقالك قد ايه في شرم؟ يعني كده ان شاء الله بقالي 20 سنه ما شاء الله. 20 سنه ما شاء الله. طب والسفاري زمان كانت عامله ازاي؟ احكي لنا. يعني الوضع كان في سياحه اكتر من دلوقتي يعني، بس دلوقتي الحمد لله يعني بعد ازمه كورونا رجعت البلد تاني تشتغل تاني بجنسيات تانيه متعدده، والازمات بقى اللي موجوده دي فاحنا نحمد ربنا برضو ان الجو شغال كويس يعني عن الاول برضو. يعني هو دلوقتي السياحه رجعت والناس بدات ترجع بقى شرم الشيخ يعني خلاص. يعني هي رجعت مش يعني رجعت مش زي الاول، بس حاليا يعني افضل برضو. طب قول لي انت اشمعنى دخلت بقى في سكه السفاري دي؟ الناس بتخش في الغطس في مش عارف ايه، اشمعنى انت سبت البحر كله وجيت في الصحراء؟ انا ليسانس اداب ومعايا ليسانس اداب وبكالوريوس تربيه وتمهيدي ماجستير ما شاء الله اداب فرنساوي ما شاء الله، فكنت بعشق حاجه اسمها جيست صح، وكنت بحضر ارشاد برضو بس ما كملتش، فكان كل همي ان انا بحب شغل السياحه فما كانش تركيزي كله على السفاري، بس بشتغل رحلات كتير صح. بس ركزت بقى عملت بيزنس في السفاري، وبشتغل برضو في رحلات تانية، مش مانع ان انا بشتغل في رحلات بحر، كل الرحلات الخاصه بالجست بعملها وبنفذها، فده هو عشق في الاول وفي الاخر يعني، بحب شغل السياحه من ان انت تتعامل مع الناس اصلا، انت تيجي تستقبل الناس وشغل الضيافه عامه بالظبط يعني هو احساسك بالشغل. انا كنت بحب مجال السياحه فمن حبك لسياحة بتعطيه اكتر يعني الحمد لله. انا كنت بحب المجال. طب وانت قلت انت قلت ان انت معاك ليسانس اداب فرنساوي، ايوه، غير كمان بقى انا شفتك كمان بتتكلم بالروسي. بتكلم روسي وفرنساوي وايطالي ما شاء الله الحمد لله. ده انت يعني مقطع الدنيا كلها. لا على قدي الحمد لله. لا يا عم مش سايب حد في حاله. ها لا رضا من عند ربنا. ربنا يبارك لك يا عم. طب والحياه في شرم عامله ايه؟ الحياه في شرم بلا جست ملهاش طعم طبعا طبعا فطول ما هي فيها جست وشغل الحياه جميله يعني حلوه. طب انت بتتعامل برضو إيه؟ التنوع للفيتاليتي، بتتعامل مع جنسيات برضو دي حلوه، ثقافات مختلفه وناس كويسه، بتتعود على النظام، الوقت يعني طبعا. غير بتحترم الوقت وقتك مع الزبون طبعا. احترامك في كلمتك مع الزبون تقدر تعملها وما تعملهاش، فبتعودك على حاجات كتيره يعني. الحياه في شرم يعني انت بقالك كتير هنا وانت يعني خلاص بقى اتعودت عليها اكيد، بس انت احنا بالنسبه لنا بقى كناس عايشه بره المدن السياحيه دي، احنا متخيلين ان انت بقى عايش حياتك كل يوم بتنزل البحر بالظبط، كل يوم كل... بتصطاد لا سمك. لا طبعا لا انت بتطلع الرحلات دي كأن هو ده شغلك. أيوة. لكن انت ممكن يكون عندك وقت فراغ ما بتطلعش ولا تروح ها. يعني فين وفين لما بتروح تستمتع بقى انت والاسره، لكن هو الطبيعي ان انت حياتك كلها مع الشغل وكده، فلان هي البلد دي بلد اكل عيش، بتيجي تاكل عيش هنا وتشتغل. وايه اكتر حاجه بتحبها في شرم؟ طيب كلها والله شرم بعشقها صح. ده حقيقي بعشقها. طب وايه اللي جذبك لشرم دونا عن كل المدن الثانيه؟ بلد حلوه ونظامها الامني حلو، السيستم الامني فيها ممسوكه، امن كويس، امان بالنسبه للاطفال في مدارس صح. جهات حكوميه كلها جميله يعني منظمه في كل حاجه بصراحه. حلو ده. حياه نظيفه، تمشي في الشارع نظيف عن تحت، مختلفه الحياه في الاول وفي الاخر. وانت بعدين هنا كمان انت عايش برضو مع جنسيات عايشه صح قيمه هنا. أيوة. زي الروس والفانتا بتتعامل مع ناس كتير صح. احنا شرفنا بيك وشكرا لوقتك. الله يكرمك ويعني مش شرف السفاري. الله يخليك شرفتونا وتنورونا في اي وقت. الله يخليك. الله
وقفونا بقى واحنا في نص الصحراء وقالوا لنا شايفين الجبل اللي وراكم ده؟ الجبل ده بقى ليه فكره مميزه وليه حركه روشه جدا، ان انت لما بتقف قدامه وتزعق بصوت عالي جدا بيجي لك صدى الصوت، يعني انت تقول الكلمه والكلمه ترجع لك. طبعا احنا بقى مش فاهمين الكلام ده بيحصل ازاي، فهنقف بقى الكرو كله هيقف على التبه اللي هناك كده وهنزعق كلمه، لو رجعت لنا هنقول لكم. لسه في الصحراء في شرم الشيخ ومعانا استاذ احمد والمدام، عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين. الحمد لله. بقالكم قد ايه في شرم؟ يومين كده. يومين، واليومين عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله. الحمد لله. وعاملين بقى خطه ولا زي ما تيجي؟ لا زي ما تيجي. زي ما تيجي. طب وكانت فكره مين ان انتوا تيجوا شرم؟ فكرتنا احنا الاثنين. والله احنا الاثنين. هي كانت فكرتها وهي بتصدرها. دخلنا معاهم في الموضوع. واحنا وافقنا. طب حلو، بقالكم قد ايه بتخططوا الرحله دي؟ يعني من قبل ما الجواز، يعني شهر عسل هاني مول يعني. والله الف مبروك. الف مبروك يا جماعه، منورين شرم. حلو. هي شرم هي يعني احلى مكان في مصر. جميلة لازم. جميلة. صح كده. مبسوطين؟ الحمد لله. الحمد لله. عملتوا ايه بقى؟ اول يوم كده نزلنا نمنا، بعد كده نزلنا شويه لفينا في شرم شويه، جميله جدا صراحه. اماكن اتصورنا جميله يعني. حلو. اول مره تيجوا شرم ولا لا؟ انا اول تاني مره. جيتي من زمان ولا من قريب؟ يعني من سنتين كده. من سنتين. وزي ما هي ولا حلوت؟ لا زي ما هي بس احلى يعني. في احلى. كل مره بتحلو. بصراحه. وانت اول مره تيجي ولا انت شكلك انت بقيت هنا يا راجل؟ طب ايه رايك في شرم الشيخ؟ لا جميله بس ما شاء الله. تستاهل الضجه اللي عليها؟ تستاهل. تستاهل 100% لازم. والسفاري ايه رايك فيها؟ لا جميلة. سايق وبتخمس في الصحراء وبتاع، مش سايب حاجه في حالها. جميلة. خمسات والجبال وكله اشتكل. لا جميلة جميلة الصراحة. والبحر الاحمر عملتوا سنوركل بقى وعمتوا في البحر وشفتوا السمك؟ لا لسه بكره. لسه بنبسين بس بكره تروحوا دهب. حلو ده. دي خطة جامدة والله. شرم دهب سينا كلها قفلتوها. جميلة جميلة. حلو. هتعملوا ايه في دهب؟ يعني هنبص كده ونعمل سنوركلينج بقى وحاجات. حلو. حلو. وبعتوا بقى صور لاصحابكم واهلكم وفرجتوهم على شرم؟ طبعا طبعا. الناس بقى رايها ايه؟ لا جميله جدا. متحمسين ان هم يجوا المره الجايه بقى ان شاء الله. السفريه بقى اللي هي ايه؟ ان شاء الله مش هنخلص السنه الا لما نيجي يعني. ان شاء الله. ان شاء الله يا عم. لازم تيجي. طب لما تيجوا المره الجايه ايه بقى لازم تعيدوه؟ كتير برضه. السفاري برضه هنا تاني. السفاري برضه تستاهل. ها؟ تستاهل. جميله. طب وتقولوا ايه بقى للناس المصريين لسه ما جوش شرم؟ لا تعالوا. تعالوا 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 بجد. جميله جميله جدا. احنا شرفنا بيكم. الله يخليك. واجازه سعيده والف مبروك مره كمان. الله يبارك فيك يا رب. الله يبارك فيك. يلا باي باي. ولسه في السفاري ولسه في شرم الشيخ ومعانا ايناس. عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ازيك؟ الحمد لله بخير. مبسوطه في شرم جدا. جايه لوحدك ولا جايه مع اصحابك؟ لا جايه مع اختي وابني. حلو ده جدا. مبسوطين قوي الحمد لله. عملتوا ايه بقى؟ اول يوم كان عادي في الفندق، بعد كده تاني يوم رحنا دهب، تالت يوم من امبارح نزلنا رحنا اليخت. تمام. وعملنا دايفنج والنهارده سفاري. حلو ده جدا. انت منين الاول؟ من اسكندريه. من اسكندريه. عرفتك من نزلنا على فكره. ايه رايك في شرم الشيخ؟ حلو قوي. كويسه؟ حلو جدا. اول مره تيجي؟ لا تاني مره. تاني مره. ومبسوطه؟ لان كل مره بتبقى مختلف عن المره اللي قبلها. والله. عملت ايه المره اللي فاتت؟ طيب لا المره اللي فاتت كانت عادي يعني، كانت سياحه عاديه ما مش حاجة، بس المرة دي لأ انا حبيت اجرب كل حاجة موجودة. مغامرات بقى وكده. صح ده جدا. السفاري عاملة ايه معاكي؟ لا لسه لذيذة الحمد لله. لا حلو. اول مرة تطلعي السفاري؟ تاني مرة، لان اول مرة طلعتها في سيوة.
حلوه. سيوه برضو جميله جدا بس الصحراء مختلفه خالص جدا. ايوه لا ممتعه بس سيوه مش كده سفاري اللي هي كنت راكبه في لا عربيه. لا ركبنا العربيه وطلعنا على الجبال وعملنا نزلنا يعني زحلقنا كده وبعد كده عملنا عشاء بدوي ورقصنا وهيصنا كانت لا حلوه لذيذه طبعا. الصحراء بتديك ابداع طبعا طبعا هي قصه ثانيه وهي دي بقى الطبيعه بتاعتنا في مصر. الصحراء حقيقي والله فعلا بلدنا فيها حاجات حلوه قوي فعلا تستحق ان هي لازم تتشاف طبعا. طب وانت شكلك بتسافري كتير في مصر رحتي فين تاني؟ مرسى مطروح حلو وهي هي غردقه وبس وسيوه الحاجات الاساسيه كلها يعني. الحاجات اللي فيها مؤامره الحاجات اللي عايزه تتشاف. طب والسفريه دي بقى خطتك هتعملي فيها ايه؟ لا هي انا كنت جايه عشان بس استجمام واجرب يعني بس. استجمام ومغامرات اللي هو نفرهد الصبح ونستريح بالليل بالظبط. حلو ده نفرهد الصبح ونتفسح كمان بالليل ما بفرهدش انا نتفسح كمان بالليل صح. لان هي كل دقيقه لازم تشوف حاجه طبعا. انت قاعده قد ايه كله؟ انا قعدت 5 ايام ان شاء الله بكره مغادرتي باذن الله ان شاء الله. حلوه 6 ايام 5 ايام في شرم دول تمام يا دوب على قدها. لا والله تستحقي اكتر والله تستحقي اكتر حلو. بس هي بقى الشغل والظروف طبعا لازم ان احنا نطول عن كده. طيب لما ترجعي المره الجايه لازم تقرري ايه؟ الدايفنج والسفاري برضو بس عايزه اكملها بقى بسهره صح واشوف بقى الحاجات اللي لسه ما شفتهاش صح. في حاجات لسه محتاجه ان هي تتشاف. حلو ده. انت اللي عزمتي اختك ولا هي اللي قالت لك عايزه تروحي شرم؟ لا هي فكرتنا احنا الاثنين. طب لما بعتي صور بقى قالوا لك ايه عن شرم؟ حلوه مبدعه. تعزميني المره الجايه؟ شور طبعا ان شاء الله. اكيد احنا اتشرفنا بيكي ورحله سعيده ان شاء الله. ميرسي ليكي. باي باي. بعد بقى اللفه والفرهده والمشي في الصحراء والعفرة والكلام ده كله ما تنساش بقى ان انت هنا في ارض العربويه يعني في احسن ضيافه ممكن تلاقيها. جينا بقى هنا وقدموا لنا الشاي وهنقعد بقى نتفرج بقى ايه على الحاجات ويحكوا لنا شويه عن التراث وعن الجبال هنا ودي بجد احلى قعده ان انت تبقى قاعد في شرم وسط الطبيعه دي احلى حاجه. احنا قاعدين والجبل في وشك الموتوسيكلات بقى راكنها هتحس بقى ان انت ايه جاي بقى جري وحاجه في قمه الرواشه. احلى الاماكن ومن احلى التجارب اللي ممكن تعملها. مفيش احلى بقى ايه من الشاي وسط الجبال ده. لسه في الصحراء وبنعمل سفاري and we have with us Mr. Aras. How are you? Fine. What about you? All is good. All is good. Where are you from? We are from Turkey, Istanbul. From Turkey, from yeah. Istanbul. Welcome to Egypt. How long have you been here? This is number two day two. Day two? Yeah. Are you staying in Sharm el-Sheikh or do you have a tour? Yeah, we have been staying in Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh. Yeah. Is it your first time? Yeah, this first time in Egypt and first time in Sharm. How do you like it so far? Yeah, it's good. It's yeah? too hot, but. It is very hot. Yeah, it is. We're in the desert, but. Yeah, yeah. Now we're in the desert. Yesterday we were in the beach. Exactly. That's why it's fun. Yeah. That's good. How did you find Sharm el-Sheikh? Yeah, it was good. It was better than I think. Really? Yeah. That's good. That's good. And the Red Sea, is it good? Yeah, Red Sea was good. Fantastic. Yeah, it was good. How long did you plan this trip? In 4 days. 4 days. Just 4 days. Is it your idea or the missus? Her idea. Her idea? Yeah. She likes Egypt? She was curious about the desert and the other things. Yeah, that's nice. That's nice. And have you been taking pictures showing family and friends? Yeah, we are sending families, our families.
the pictures. What do they think about Egypt? They like Egypt. They like it? One of them wants to come back. Really? Yeah. You should invite them over. Yeah, we have come another time. Yeah, we should. You're a pro. So what are your plans in Sharm el-Sheikh? Now we are in the safari. Yeah. The desert safari. Nice. Tomorrow we'll go to Ras Mohammed. Thing. Nice. Yeah. The protectorate. Yeah. Nice. Are you gonna go diving or anything? No, not diving, just snorkeling. That's snorkeling. Yeah. That's nice too. And have you been out in the at night? Have you seen? No, not yet. Really? You have to. You would love it. Yeah, we will try. Yeah. We will try it. And what else do you want to see in Egypt? Where would you like to visit? Aswan, the Nile. Nice. Yeah. Nice. And the pyramids? Pyramids? Maybe. Right. Maybe she wants it. Yeah, you have to see the pyramids in Egypt. And do you like the desert? Do you like the safari? Yeah, it's good. It's fantastic. Good. She's a bit sleepy, but it's the sun and everything. Yeah, right? Yeah, that's because of the sun. Yeah, of course. Well, I wish you a good trip and have a lot of fun. Yeah. All right. Could you say a message in Turkish to tell people to come to Egypt? Mısır'ı ziyaret edin. Bütün güzellikleri, doğa güzellikleri süper bir yer. Thank you. Thank you. كده نكون وصلنا لاخر رحلتنا النهارده. السفاري في شرم من احلى الحاجات اللي ممكن تعملها، زي ما البحر حلو الصحراء حلوه. واشوفكم في حلقه تانيه ومغامره جديده مع برنامجكم 50 رحله.